السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من درس البيكسل ارت. في أداة البنتول من اوبشن شيب هنبدأ نعمل الاوتلاين، بنعمل كليك النقطة اللي بعدها قبل ما نحرر الماوس، بنسحب وهكذا لحد ما نكمل الشكل بتاعنا، بنعمل كليك والنقطة اللي بعدها، بنعمل كليك نقطة وبعدين نقطة. لو عايزة اعمل كيرف بسحب قبل ما احرر الماوس، بضغط على كنترول وحرك النقطة في المكان المناسب. بنفس الاوبشن شيب نبدأ نعمل الاوتلاين بتاع الودان، واي تفاصيل داخلية برضو هنعملها اوتلاين. ودلوقتي هنعمل الاوتلاين بتاع العين. طبعا في كل حاجة جديدة هنعملها عايزينها تدخل في نفس اللير، بناخد الاوبشن كومبين لير او كومبين شيبس. اي تفاصيل جديدة عايزين ندخلها في نفس اللير لازم نختار في الاول كومبين شيبس. طبعا هنبدأ بالعين اليمين وبعدين العين الشمال، بنعمل كليك نقطة وبعدين نقطة. لو عايزة اعمل كيرف بسحب قبل ما احرر الماوس، بضغط على كنترول وحرك النقطة في المكان المناسب.
دلوقتي هنعمل العين بأداة البنتو ونكون شكل طبقة تحت طبقة الأوتلاين. ونديها اللون. كومبين لير ونعمل العين التانية. وأداة البنتول تاني وشيب ونعمل شكل، نكون شكل الظلال اللي جوه العين، وده بنعمله مرتين او على حسب يعني زي ما انت عايز. ممكن لو الشكل محتاج انك تعمل 3 طبقات، بس انا شايفه انه كفايه. وبعدين ناخد طبقة النني، ناخد دايرة ومن هنا الدايرة دي، الطبقة بتاع الدايرة بناخد منها 4 نسخ. الدايرة الاولانية للون الاساسي، الدايرة التانية بتبقى الاوتلاين. بنقفل على اللون الاساسي وبنفتح اللون اللي في الاستروك ونديله لون اسود. وبعدين الدايرة التالتة البؤبؤ الصغير ده. بعدين اخر طبقة بنديها لون اسود وهنعمل لها ماسك، وبعدين نبدأ نخفي بالتدريج الجزء اللي تحت.
بعد كده طبعا بأداة البنتول وشيب، ونعمل التأثير الإضاءة في العين باللون الأبيض. طبعا بنحط بعد كده بنحط ماسك وبنمسح الأطراف. ودي كانت النتيجة. نبدأ نكرر نفس الخطوات للعين الشمال. ده كان الشكل النهائي للعين. تابعونا في الدرس القادم لعمل طبقات الجلد.